أزول فلاوين، مرحبا يسوين. مشاهدينا حبيت نرحب بكم باللغة الأمازيغية لأنه ضيفنا لنهار اليوم نحن نعملوا معه حوار ونحضر الحفل تكريمه هو فنان أمازيغي جزائري، حبيت أغانيه سواء باللغة العربية أو الأمازيغية، وأيضا هو واحد من عمالقة الفن في الجزائر وهو عميد الأغنية الأمازيغية. صوته لما تسمعوا النوتات الموسيقية تتراقص باش تعطينا أجمل الألحان. ما نطولش عليكم، نروحوا نتعرفوا عليه. مشاهدينا كما راكم تشوفوا ضيفنا لنهار اليوم هو واحد من المجاهدين الجزائريين وايضا عملاق من عمالقة الفن الجزائري، عميد من اعمدة الاغنية الامازيغية، الفنان الكبير عكري يحيى. مرحبا بك فنان كبير، واش رايك؟ مبارك فيك، اعزك. اليوم يسعدنا نشوفوك على خشبة المسرح، ونحن نشوفوك يعني تكرم من طرف جمعية الالفية الثالثة اللي يترأسها الفنان سيد علي بن سالم، واش رايك في هذا التكريم؟ كثر خيرهم. نشكر لاسوسياسيون تروازيام ميلينير لوندا وتيانا، كتر خيرو سيدي علي بن سلمى. اولا مساء الخير، نشكر قناه شروق تي في على حضورها لتغطيه هذا الحفل الفني التكريمي اللي عملناه خصيصا بمناسبه الذكرى 60 للعيد الاستقلال. هذا اخترنا اسم كبير اعطى الكثير للساحه الفنيه، مثل احسن اغنيه القبائليه والعربيه، احسن تمثيل داخل التراب الوطني وخارج التراب الوطني، الفنان اكلي حياه اللي اليوم في عمره 90 سنه، اللي ربي يطوله في عمره ان شاء الله. مشاهدينا نستغلوا فرصة تواجد معنا الفنان الكبير أكلي يحيى ونسقسوا على رأيه في الفن في الجزائر حاليا. الكلمة مانيش كبير لا صغار كامل، أنا صغار أصغر، لكن الشيء اللي قدمته للفن الجزائري هو يخليك كبير. الله يعزك، الله يبارك فيكم، أنتم بينا وحنا بكم على كل حال. تعيش، ربي يحفظك لنا. حابين اليوم نستغلوا الفرصة تواجدك معنا ونسقسيوك ونعرفوا راك تشوف حالة الفن الجزائري، واش رايك فيه؟ ما نجمش نقول الفن ديالنا ماسك، خاطر راح الوقت جا الاخر، تسمى شاك جينيراسيون تتبدل. الوغ الفن كاين المليح كاين اللي مخصوص، شو نقول انا دروك لا جونيس تاعني، تسمى شيء يحبوا شيء نتاع دروك، وكل واحد كيفاش. راك تابع شويه فنانين من الجيل اللي راهو دوكا، فنانين اللي لا لا خاطئ، نكذب علاش نكذب؟ انا من القدم، تسمى انا تسمى ماشي طريقي، هذا فن تاع ولادي، هذا الفن تاع لا جونيس تاع صغار الشبوان. ما سمعتش فنانين راهم دوكا في زمان هدايا عجبك صوتهم؟ يعني ما تلاقيت حتى واحد عجبك صوته؟ لا كاين الملاح، على كل حال كاين، سبحان الله كاين الملاح كاين بزاف. ما راكش تفكر دير عمل مع واحد من الجيل الصاعد؟ لا نورمالمون يتواصلوا معك باش يعني يستفادوا من الخبره ديالك. تواصل معك كاش واحد يقول لك انا حاب ندير معك ديو، تقبل؟ بالك بالك ان شاء الله. موسيقى
كي داروا هذا التكريم للمون بير، وان شاء الله كيما كرموه يكرموا فنانين واحد اخرين ان شاء الله. الاج دو 90 ans par contre سي عنده ان باركور ارتستيك تري ريش. Ou le dernier album à l'âge de 90 ans, c'était pas facile باش يديرو. راه جاي album فيه 8 اغاني، وكيما تعرفوا باللي مون بير il est nationaliste، يحب بلادو، دونك في هذا الالبوم كاين دي شونسون للبي. ان بتي مو بور مون بير، نقول له ربي يطولك في عمرك ويخليك لينا، اي نحبك بزاف بزاف، ميرسي. في رأيك هل الأغنية الأمازيغية خدات حقها في الجزائر؟ كاين مواليها بيان سور، كاين مواليها، كاين اللي يحبوها، وكاين هذا فن فن ما عندوش ديليمي، ما عندوش الحداده فن فن للناس كامل. ما ربنا ساعة ما نفهموش الكلام نفهموا الموسيقى. فرحان بزاف بزاف، كلي حياة حبيبي وصاحبي، وخدمنا في فرنسا كيف كيف، خدمنا الأعراس والحفلات هنا في الجزائر. اللي ميريت ان كرون توماج ان شاء الله، التكريم الكبير راني فرحان به بزاف بزاف. اليوم العرس تاعو رايحين وفرحان وبيان، ونحبو بزاف فنان عبقري اللي تري كوني ليشال انترناسيونال، هو عنده 90 سنة في عمره، وإن شاء الله يطول في عمره إن شاء الله. والعقوبة اللي زارتيس واحد أخرين يديروا لهم النوماج، وبارك الله فيكم. كما تعرفوا كامل أن الأغنية الأمازيغية حاضرة دائما معنا في الأعراس والأفراح الجزائرية في كل الولايات. فنانة إكلي حياة، تشوف هذا راجع للألحان ولا للكلمات؟ نورمالمون الموسيقى هي الأولى، خاطر الموسيقى هي تجبد المسمع باش يفهم الكلام. تعجبك الموسيقى عندك الوقت تسلط الكلام، وإلا ما تعجبكش الموسيقى ما تجبدكش باش تسمع الكلام. يعني الموسيقى والكلام تاني كيف كيف. الإكلي حياة، أنت مع أو ضد مزج الأغنية القبائلية مع الطبوع الأخرى الجزائرية مثل الشاوي وأغاني الراي وغيرها من الطبوع الجزائرية، وش رأيك؟ يضركوا على كل حال، هذه جزائرية كامل، سواء مازيغية ولا بالعربية، سي الجزائريان الجزائر كامل. أنا نحب كل فن، الفن اللي يقيسني نحبه، سواء أمازيغية سواء بالعربية سواء بالشينوا سواء بالانجليز سواء كل فن نحبه، يعني اللي يعجبني اللي يقيسني نحبه. في سنة 1956 تلاقيت مع رئيس الجوق العمراوي ميسوم رحمه الله، هل تشوف أنه ساهم في نجاحك وساعدك في مسيرتك؟ الله يرحمه عمراوي ميسوم، خدمت معه بزاف،
سي ان كرون مسيو الله يرحمه، شغل محبوبتي فنان يقرا سولفاج ويلحن، هو لانسا سلوى الله يرحمه الله يرحمها ويرحم امتي محمد. تسمى خدمت معاه بزاف خاطر هو كان يكون شيف دوركست، انا تسمى خدمت معاه اغاني ديالي كلامي وموسيقتي عمر لي كواغ تاع لي دروا دوتور، فقط خاطر هو قاري شويه سولفاج عاوني في هذا الشيء، ما عاونيش في الموسيقى ولا في الكلام. مشاهدينا على بالي بلي حبيتوا الفنان الكبير أكل يحيى في أغنية يا المنفي، وكاين بزاف أقاويل ولا قصص تسرد أنه هاد الحكاية هي جرات له حكايته لما كان في السجن، وكاين روايات أخرى تقول أنه هذه هي عبارة عن رسالة كتبها سجين لأمه وطاحت في يد الفنان أكل يحيى حولها إلى أغنية. وش ردك على هذه الأقاويل الفنان الكبير أكل يحيى؟ واحد يقول لك ماشي مولاها، واحد يقول لك وأنا إذا كان مولاها يجي قبلني، إذا موجود مولاها أنا هو مولاها، أنا كتبتها كاين يعني على كل حال كاين اللي يعاونوني هكذا في الحبس، كنا أنا في السجن كنا نتعاونوا بيناتنا، كاين اللي يعاونني شوية فيها وترمى كلامي وموسيقتي واللي يحب يقول ماشي ديالو يجي لعندي نتفاهموا. Somebody.
غير شوف مع سي أكلي حياتنا، أنا لما التحقت بالميدان الفني التحقت بهاد الفنانين الكبار، أنا كنت دايرتهم شغل أشخاص من العائلة، كانوا كنا كي ولادهم، يخافوا علينا يحافظوا علينا، سافرنا كيف كيف، رحنا للخارج كيف كيف، جولنا هنا في الجزائر كيف كيف، الحمد لله يعني بقاو دائما وأطيب وأطيب الناس هاد الفنانين الكبار هادوما، ناس طيبين بالبزاف، إن شاء الله ربي يطول في عمره. وكي راني جيت اليوم راني جد ومسرورة لأني فرحت لما قالوا لي كاين اليوم تكريم نتاع سي أكلي يحيى، هاكو شفتونا رانا جينا، وإن شاء الله يزيدوا يديروا تكريمات أخرى للفنانين اللي راهم حيين إن شاء الله ربي يطول في عمرهم. أنا أخبار من مصادرنا تقول أن الفنان أكلي يحيى في هذا العمر وبعد هذه المسيرة راهو يحضر في ألبوم جديد من 8 أغاني، تأكد لنا هذا الخبر؟ نهار يخرج تسمعوه. أعطينا حاجة حصرية. لا سوربريز سوربريز. صح، وشنو هو الاسم تاع الألبوم؟ أعطيني الاسم تاع الألبوم برك. ما نعطيك والو. مقطع حصري حاجة برك. حاجة. مازال ما يخرجش، يمكن ما يخرجش. إن شاء الله يخرج بالتسهيلات يخرج. لا بارك فيكم البركة فيكم كامل، بالصح كي يخرج تسمعوه إلا عجبكم، لا يبارك ولا هذا كما إلا. حقيقة فنان كبير وفنان عملاق وفنان يعني مرجعي بالنسبة للأغنية الجزائرية وخاصة الأغنية القبائلية، وعرف يعني السجون الفرنسية تسجن عدة مرات يعني، ومباشرة بعد الاستقلال يعني أخرج يعني بأغنية يا المنفي،
يا المنفي هذه معروفة يعني اشتهر بها يعني غناها بالدارجة العامية بالعاصمة كما نقولوا. أنا راني شايف يعني لما ندخلوا لأي قهوة في العاصمة اللي كاين الديسك الكبار هذوك نديروا ربعة دور ولا حاجة ونسمعوا يعني هذيك الأغنية يعني اللي كانت دارت ضجة كبيرة في العاصمة. ومن بعد غنى على والغ زين دي مشلي يعني شفت الزين يعني في مدينة مشلي يعني غنى على الأرض غنى على الحب غنى على المشاكل الاجتماعية غنى على الهجرة على الغربة غنى على كل طبوع واحتك مع كل يعني الفنانين الجزائري. الفنان أكلي حياتين، وشنو هي الرسالة اللي تقولها للجمهور ديالك اللي يحبك؟ كما يحبني نحبهم سلم عليهم كبير وصغير كل واحد وين يكون. إن شاء الله عندي جديد إن شاء الله يعجب الجمهور ديالي اللي يعرفني. هذا ما نقول السلام عليكم والنبي صلينا عليه. شكرا فنان الكبير أكلي حياتين. جمهورنا هذا هو الحوار ولقائنا مع الفنان الكبير أكلي حياتين، إن شاء الله يكون عجبكم، انتظرونا في لقاءات أخرى.